سلطان عبد الغفور اكيد بتكون سهله، وبالتالي في اللعبه الماضيه بندر السلامه ولاعب ايضا مميز في من الشباب المميزين من الشباب الذين ثبتوا يعني طالت لم يكن مستعدا لهذه الكره التي ابتع علي حسين ايضا من الاسماء التي برزت في 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 بدايه الموسم. لله نسال الله له المغفره والثبات عند السؤال وان يلهم ايضا، لان سليمان عبد الغفور لم يمر في اختبار حقيقي، كذلك ايضا حميد القلاف لم يمر في اختبار حقيقي من لحارس المرمى القلاف وبيشيلها على طول تصل، لكن الكره ما طلعت وتصل الى بندر السلامه بغير اللعب الى جهه اليسار الى الهادي السنوسي استقبال كنترول هادي وتعود الى الشمال بيلعبها جهه اليمين الى فريح بهيده الى بندر السلامه كره معاه وتغطيه من علي حسين بندر السلامه كره معاه بيلعبها كره في الخلف والعرضيه فريح تصل الى بندر داخل المنطقه خطره هذه ولكن كره ابعده وصلت لحارس المرمى سليمان عبد الغفور. يعني اكيد النادي العربي لم يكن بذات المستوى في الموسم الماضي، هذا الموسم كان مغايره نادي العربي باسماء الجديده بحلته الجديده بمحترف كره ملعوبه طلال فاضل، ولكن ايضا العربي يريد هو الاخر ان يشارك لان الى دباغ امام ال 18 تجديد الله المرمى هو حميد القلاف في التصدي. دقيقة مستمعينا مشاهدينا الأعزاء في كل مكان لهذا اللقاء التشكيلة الأساسية وهو الذي عليه الآن مع نادي العربي كرة لعبت بنجارب نادي الكويت الركنية نادي العربي لعب على طول إلى زنكي أحمد زنكي بيحاول يمر لكن طالت منه وصلت إلى بندر السلامة إلى زنكي مستمر بين العربي ونادي الكويت كرة لعبت بندر ولكن كرة بندر السلامة عبرت وبالتفريح وكرة لعبت لفريح واللعبة الآن وصلت إلى بندر السلامة يحافظ على كرة بندر وتدخل وخطأ على اللاعب علي حسين خطأ لمصلحة نادي العربي خطأ عربي والكرات الثابتة بالنسبة لنادي العربي ولعب لبروسية وبندر السلامة لكن الصانع في الكرة الثابتة لعبت في الأمام ولكن القلاف لم يتألق بدليل أن أيضا سليمان عبد الغفور لم يتألق في الكرات التي عملها نادي الكويت وكرة لعبت الآن بندر السلامة يحافظ على كورته مع اثنين أيضا جمع سعيد وطلال. المباراة متبقي منها في هذا الشوط 7 دقائق هذا الاحتكاك بين طلال فاضل و بندر السلامة سعيد لمصلحة نادي الكويت جمعة بيلعب الأرضية إلى يوسف ناصر حاول يحافظ على كورته يوسف ناصر لكن خطأ على يوسف ناصر لمصلحة بندر إلى الدباغ بيجي إلى بندر السلامة كرة لنادي العربي ومن جانب أيضا نادي الكويت في هذا الشوط على أقل لحد الآن علي حسين رجع لحارس المرمى سليمان عبد الغفور يلعب طويلة في الأمام عالية كرة مقطوعة فاعتبر الخسارة اليوم أو التعادل اليوم في وضع كارثي راح يكون نادي الكويت على مستوى صدارة الدوري وكرة لعبت لان الشمالي والوضعية خطرة داخل المنطقة تصل إلى بندر السلامة وتغطية نادي الكويت الآن إلى جاء زنكي أحمد زنكي بيحاول يمرر الكرة لكن بندر السلامة لكن تغطية موجودة جمعة عبود وبالتالي تصل الآن لمصلحة نادي العربي بندر السلامة بلعبة ثنائية في نص الملعب كرة لعبة الآن محمد فريح يلعبها جهة اليمين تصل إلى بندر السلامة لصاحب القدم اليسرى بلان بالأشكناني في ستهم القطيرة القريبة راحت إلى المرمى يلعب كرة تلعب إلى السنوسي إلى بندر السلامة جهة دقيقة كرة لعبة طويلة علي حسين في اللعبة وتغطية على طول ثغرة في هذه اللعبة كانت تأتي اللعبة التي ممكن تكون سامي الصانع صعبة أن تأتي في المرمى بهذه الطريقة وبالتالي ذابت كرة سامي وذابت ما اتفقوا في هذه الكرة وبالتالي الكرة تغيرت من يوسف ناصر وعادت الآن لمصلحة نادي العربي لبندر السلامة أكثر لاعب يعني عمل فارق في بعض الكرات هو بندر السلامة في الأجري تصل إلى يوسف ناصر لكن تبعد على طول من العربي وبالتالي تصل إلى الأمام تصل في النص إلى بندر السلامة بيلعب جهة اليمين جاي دبل اليوم يعني أعتقد ما كان موفق في معظم كرات العكيشي مقطوعة
وتصل الى بندر السلامة بيحاول يمر. برافو بندر السلامة. ممكن 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 بندر السلامة ممكن العرضية الارضية تصل والتمرين راح يقل عطاء راح يقل عطاء بداعي الاصابة هو سامي الصانع. لكن شوف شوف الرائع بندر السلامة في 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 اختراقه في 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 مح شو الاثناء في هذا الشوط شوط المباراة الثاني كرة مشتركة كم المباراة طبعا حاول يتأكد من إسكوران في هذا الاحتكاك الذي حدث بين بين فهد الأجري وبين بدر السلامة في محاولة في هذه اللعبة. تصل لمصلحة نادي الكويت وبندر السلامة يأخذها بن علي حسين. هجوم خطرة فرصة عربوية.